لحد الآن المشكلة ما ظهرت عندي، لأن هسه بالكانتيليفر الجزء الأول أمن عندي السي 1 والسي 2، لأن الشرطين موجودات ضمن البار بدي أشتغل به خير على خير. رقم واحد. رقم اثنين، لنفرض رايد الديفلكشن بنقطة بي، نفرض يريد النقطة بي أو ما قبل نقطة بي، هذا العنصر كافي عليه لو كافي؟ كافي كلش كافي، لأن هذا وين يشتغل؟ حدود العمل مال هذا يوصل لنقطة بي. هاي شلون حدود العمل مالته؟ من يعني أي نقطة بين الأي والبي هذه كلش كافي عليه الشغل، مو صحيح؟ كلش كافي عليه، يعني ما يحتاج بعد أكمل المعادلة التكميلية مال الديفليكشن للجزء الثاني، لأنه ما يريد تشيل هذا البارت. طلب عندي بين الأي والبي أي نقطة هاي كفيلة بإيجاد الحل. زين، إذا هسه بهذا السؤال قال لي find the deflection of نقطة point C. سد لازم بعد أو قال لي maximum deflection. سد أخذ بعد section. لازم أختار شو أسوي؟ أكمل. زين هسه هو بهذا السؤال إيش رأيك؟ تقول المطلب مالته. جايب maximum إلى ربع. خلاني أختار وانتقل للجزء الثاني. سد مو يعتمد على الحدود هو أكثر شيء؟ لا لا لا، المطلب اللي يريده الزاد، المطلب مالتي بالنسبة إذا أريد ديفليكشنات بي ديفليكشن بربع المنبر، هذا الحل كافي حقيقي، يوجد الحل وينتهي الحل. بس هسه من راد الكار خارج السكشن اللي هسه اشتغلته، راح اضطر اخذ سكشن آخر يشمل النقاط اللي هو دا يريده. فإذا راح اضطر اشنو؟ بارت بي سي. بي سي طبعا هنا بارت بي سي الحدود ما اقدر اخليها قبل ما اخلي الاوريجين، لازم تقول لي الاوريجين. يعني اذا ما اخذ الاوريجين بال اي فالحدود شو تصير؟ من صفر لصفر. لا على كده اذا اخذنا الاوريجين من أرض على اثنين إلى أرض، من أرض على اثنين إلى أرض، يعني إذا هذا السكشن راح أكتب إياه هذا ونرجع عليه. بس هذا عندي وهذا مسوم، هذا هو مسوم بس مضيق على هسه هذه اي، هذه بي وهذه سي ويجي اي، هذا الام اكس. هسه اللي يشتغل هيك يشتغل هيك، خليه ولا لا بالصفر يا اكس. هسه اللي يشتغل هذا الاوريجين، هذا الاوريجين، هذا السكشن، تعالوا باروا لي على هذا السكشن. هسه هناك كمون اوفر بس كمون، هذا السكشن من وين يتحرك؟ من نقطة من هاي النقطة لهاي النقطة، من بي الى سي، من بي الى سي. يعني هذا يشتغل هنا ولا ما يشتغل؟ ما يشتغل، لان لو يشتغل هنا كان عاد يسوي سكشن، كان هو هذا ماشي يتحرك. معناته هذا السكشن مختص بهاي المنطقه فقط، والحل اللي راح يصير يعتمد على المومنت. اذا المومنت لهاي المنطقه فالحل ايش راح يصير؟ لهاي المنطقه. هسه لنا متفقين، اذا هذا السكشن يتحرك من بي الى سي، يعني من نقطه بي ايش قد قراني الاكس؟ اكس اكس سيستم اكس ناقص صفر على اثنين، من البي لقطع اكس هاي هسه هذا وين تدري؟ هنا البي صفر صفر، هنا البي صفر على اثنين، هنا البي
وايش حكي؟ اذا الاكس يقترب من بي الى سي من هذا على 2 الى مو ماضي؟ مو من هذا على 2 الى سلنا اوكي؟ زين اذا ارجع احنا بدنا نفهم بس الحدود هسه بس اللي دفتي من الحدود خلي الحل اذا ارجع حجه صفر لا إذا سويت إجا طالب آخر من حقي إجا أنا لدي الأوريجين بي ورد أشتغل وخلاه هاي الحدود ما تنمية صفر على أثنين من صفر إلى صفر أشوف الأوريجين سوى بالحدود وأنتي قلبها داخل أنت بكيفك تريد تاخذ هنا أوريجين شوف بداية الفترة ونهاية الفترة قد يقرا الاكس وخليها هي الحدود مالتك تريد تخلي الاوريجين هنا هم شوف الاكس قد يقرا بداية الفترة ونهاية الفترة وخلي اعطيك فد قاعدة تقدر تعتمدها اذا الاوريجين واحد من الرمزين اللي انت كتبتهم واحد من الرمزين اللي انت كتبتهم فلازم من صفر الى إذا رقم يعني لسه إذا تخليه الأوريجين بالبي فنون صفر إلى رقم خليه بالسي من صفر إلى رقم إن كان بداية الفترة اللي احنا نشتغل عليها فراح يصير من صفر إلى أي رمز ثاني خارج الرمزين بدأ من رقم إلى رقم إذا أخذنا بالأي سنعكس الرقم فإذا قلت بالأي من الفترة بي سي خارج الفترة لازم يبدأ من رقم إلى رقم ما يبدأ من صفر نهائيا لأن إذا بدأ من صفر لا الأوريجين بالبي لا الأوريجين بالسي غير ذنب ما يصير أي رمز يدخل ثالث عليه فأكيد كان خارج المنطقة وإجاري كان من خارج الفترة وإجا وصل للفترة اللي وصل لها فجأت يجوز أنا هناك قال له شو اسمه وين هاي النصر شو وين هناك الأوريجين فراح أقول لك ممكن وين إلى الربط زائد إيكوال مو هيك شيء وين ما تريد تخلي الأوريجين كيف بس بتحسب لي إكس من وصل للفترة وصل إلى الفترة وصل إلى وش قد انتهى هنا أما إذا خليته واحدة من الفترتين فمن الصفر إلى هذا الطول اللي أنت بس إحنا اللي يقول لي تشتغل حنقول مثلا مالتي كانت بهذا الشكل الاوريجين هذا اي فشار السعد دي وعلى اثنين سنينات تقبلين هسه اجي اخذ توازن طبيعي. كم ايش مفرد بالسكشن؟ كم مفرد عندي؟ واحدة اثنين ثلاثة أربع مفردات. هسه نجي واحدة واحدة. W all over 2 في W all over 2 داخل مفرد بالسكشن في X. ماينس. ماينس دبليو دبليو في سي او اكس ناقص اكس ناقص اكس هاي 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 غير صحيح اكس ناقص ار راح يصير دبليو في اكس ناقص ار اوفر 2 في هاي المسافة على الصفر وصحيح؟ بعش عندي ماينس ام اكس اذا الام اكس راح يساوي زبليو طلع على 2 ماينس 3 على 8 زبليو
هاي المعادله اللي هي راح تساوي لي اي اي واي دبل برايم واللي راح اشتق او كامل مرتين. خلينا نكملهم ونشوف ايش راح يطلع لنا. اي اي مو دائما يجوز اعطيك المقطع الاي مالتهم في الاكس فلازم ارجعها. هسه هاي ايش راح يصير؟ دبليو اكس مربيع 4 لا تعلم سؤال من البيوت تربية في هذه شو؟ 2 في القوس في مستقبل الآخر القوس فراح يصير 2 في هذا المقدار في اكس ناقص 4 في واحد وصح؟ في واحد هاي ما راح اكتب سي 1 ليش ما راح اكتب سي 1 لان عندنا سي 1 سي 2 لان نفس المساله طلع لي بها سي 1 وسي 2 فخلي استخدم يعني كامل مو شغال وفر مشتقة الداخل واحد هنا واحد على ستة سي 3 كاملة بعد مرة راح يطلع سي 4 سي 4 اللي هو هذا التكامل هسه نجي للنقطة المهمة اللي هسه هاي هذا اوصل طلعت لك معادلتين بها سي 3 وسي 4 اريد منك تو باوند ريكونديشن خلال الفترة اللي بنشتغل بها يعني هو من بي الى سي اعطيني تو باوند ريكونديشن اقدر اشتغل عليها لازم نبدي بي كيف؟ بالبي طيب السي اريد يلا باو على المسألة صح هاي المسألة اريد تو باوندري كونديشن بهذا المكان مين يقدر يحصل لي؟ 97 استاذ بالاكس يساوي وانا كم استاذ واي بها قيمة انا اللي احكي ما بالباو من انا مصلحتك مو مصلحتي يعني علي اعطي المحاضرة او اطلع انت اذا تريد تستفاد باو علي انت استاذ علي أدك بالماكس ماكس جيب لي ماكس على نعم استاذ لا استاذ ما هنا هنا صفر استاذ نقطه بي او شكو بنقطه بي على 2 ماكس والواي صفر شو الواي صفر هذا الواي واي موجود واي في هذا الواي بيهدف وفي روتيشن هاي ثيتا بي وهذا الكونتكشن بنقطة هذا بس السيد المعروفات هذا واي صفر لأن الفترة وهاي خارج الفترة واستخدمناها هنا فادني هنا وعدت على خير بالجزء الأول بس نجي للجزء الثاني اللي هي ظهرت بهاي المشكلة استفاد من الجزء الأول بي هنا أنا لازم استفاد من الجزء الأول من ما ألقى باوندري كونديشن صريح صريح يعني سبورت وما قلت لك شيء بي صفر او روتيشن بي صفر اقول هذي هذول صريحات نسميهم قدامي من ما القاه بالبارت اللي اشتغل به راح اسوي فت كومبينيشن بين الموجود السابق وبين الجديد البي مجاري هسه انا جهزت معادلات الحد البي كامل يعني هسه نقطة بي تقدر تلقى بها ديفلكشن تقدر تلقى بها روتيشن اي نعم اقدر فهنا انا معناتها شنو نقطة بي مشتركة بين الأول والثاني فايش اقول للباوندري كونديشن هنا لا انا اريدك شوية تنتبه خلي هنا اكتبها على مود تصير واضحة Thank you.
But when I look like B dash, what am I saying? Deflection is that B dash. صار بيها deflection و rotation. راح أقول له deflection النقطة B من البارت AB لازم شو يساوي؟ الديفليكشن نقطة B من البارت BC وراح يكون هذا هو الباوندري كونديشن الأول اللي ما عندي صحيح. فاستفاد من المعادلات الكاملة مال البارت الأول أجيبه. هاي هسه خلينا نكتبها قبل لا ننتقل للبارت الثاني. خلينا نكتبها هنا نقطة B بالنسبة لبارت AB قد كان يقرأ لها؟ صفر. الله على اثنين. الله على اثنين. خلينا نجي. هاي ما بس شلون سويتها؟ هاي نفس النقطة تريد تحسبها من هذا تريد تحسبها من هذا. يعني هاي نقطة B هسه بالنسبة صار بيها شنو؟ صار بيها شنو كسبة؟ لو هي نقطة B نفسها نقطة B. هاي هسه هاي نقطة B. نزلت هاي نقطة تغير يعني من هنا هي نفس إذا نقدر نحسبها من هذا الكير نقدر نحسبها من هذا الكير فراح أقول له نقطة B ريفلكشن فيها لا حسبة من ناف أو إذا لا حسبة من ناف هو نفسه هذا ما حدث هاي ما حدث راح أطبق هاي المعادلة وأنتبه للباوندري كونديشن اللي أنا اشتغلته هنا على مود أعرف شو عوض وانتبه للباوندري كونديشن اللي اشتغلت هنا على مود ايضا اعرف شو عوض لان مو بالضروره ان يكون المساوي اذا الاوريجن موحد مشتغلين الاوريجن موحد يعني بالبارت الاول منا وبالبارت الثاني هم منا ما عندك مشكله تبقى الاكس نفسها هاي بس اللي يشتغل بالجزء الثاني الاوريجن بالبي فهنا لازم ايش يكتب صفر الى اب لان هو بدا بالبي ويريد الديفليكشن بالبي فبالنسبه للبارت الثاني اذا هو منطلق من البي فايش قد يحتاج فيها صفر فهذا الواحد ينتبه له اذا الاوريجن موحد هاي ما تدوم بها الاوريجن موحد تخليه لكل البارتيشنات يجوز عندك اثنين ثلاثه اربعه اذا خليت لهم اوريجن موحد فما راح تختلف عندك هاي ما تطلع عندك المشكله بس اللي يغير الاوريجن بكل بار كود ينتبه للنقطة اللي يحسب بها الديفليكشن شنو احداثياتها بالنسبة للبارت الثاني؟ يجوز بحطها بس بالنسبة لنا هسه موحدة فطلعت على اوفر 2 اجي لهاي شو يساوي الديفليكشن؟ دبليو اوس 4 اوس 90 خلينا نكتبها هيك على هذا شو يساوي؟ قيمة الديفليكشن بالبي من البارت الثاني اللي هو وينه؟ بعد ما اشتغل فراح نجي هنا نخليه دبليو ار دبليو ار تربيع اكس تربيع 13 ناقص توفر طلع يصير دبليو على 13 ويجي ويا الهار هذا هو الديفليكشن اللي راح اجيبه هنا واعوض ب اكس او اوفر 2 فراح نجي نخلي دبليو على 12 تكعيب ناقص 3 على 16 دبليو تربيع الله اوفر 2 تربيع ناقص
then you are about actually. Sıfır. Bu sıfır adı? Allah var çoğunu yapmaz Allah var çoğunu. Sıfır. Allah var çoğunu. Sıfır. Ha hiye muadele rakum vahid. فيها هذا الديفليكشن معلوم وهذا الديفليكشن اللي انا طلع بي سي 3 وسي 4 صحيح صح نعم هسه نشوف يعني اذا بيها اختصار صفيها بعد الفيلم بس خلينا نقول انه هذا شكل لك الشرط الثاني شنو روتيشن اذا نفس اهم نقطه بي اذا تريد تحسب الروتيشن من البارت الاول او من البارت الثاني يختلف شيء فراح من هذا روتيشن نقطة B من البارت AB يساوي روتيشن نقطة B من البارت وهم تبع الأوريجين يبقى هو X over 2 من البارت الأول دبليو على 4 أو على 4 على 4 over 2 تربيع تربيع لا على اثنين تربيع يساوي هذا من البارت الاول من البارت الثاني دبليو على اربعه تربيع ناقص دبليو على سته ناقص دبليو على ستة في اس يصفر زائد سي زائد سي طبعا من هنا يطلع سي 3 مباشرة نعوضها وايد يطلع سي 3 يطلع سي 3 مباشرة نعوضها هنا يطلع سي 3 بس عرفتوا شلون نستفاد من الباوندر كونديشن ما واضح نوبات يجي عندك بارت ما متوفر عندك لا بداية مسند ولا بنهاية مسند انا بموضة اللي قاعد ابا علي فش اسوي؟ استفاد من النقاط المشتركة وأقول له يا هذا الديفليكشن إذا حسبه من هذا البارت أو من هذا البارت مساويات الروتيشن إذا حسبه من هذا البارت أو من هذا البارت هم مساويات وفرت لك وباوندي لكل شيء فهاي دائما سبير خليها جوا إيدك خاف ما تلقى شيء واضح قدامك استخدم لك فد نقطة مشتركة بين بارتين واحسب بها الديفليكشن والروتيشن مساوي صار عندك تو باوندري كونديشن اضافيات تحتاجها وقت ما تريدها تستدعيها دائما هذن تحتيه باي مكان تقدر تستفاد منها واضح هسه هذا ان شاء الله هسه بالرموز نحل اسئله بالالفاظ على هيك مواضيع فيها انه نقاط ما فيها باوندري كونديشن صريح نلجا الى النقاط المشتركه ونحل ونطلع باوندري الكونستنت المجهول ونكمل الحل مالتنا فهذا هسه نرجع لهذا السؤال اذا يريد بنقطه بي نكتفي بالبارت الاول لان كمل البارت الاول هو بالتوابل مالته وينتهي الحل بس اذا اراد في النقطه مثلا سي اضطر الجا الى السكشن الثاني والجا الى طريقه نقطه مشتركه اللي هي السي 3 والسي 4